مولاي السلطان بيحبه لهالقصر، وأكيد كان مبارح مبسوط. قضوا شغل هو وإبراهيم، هن كتير بينبسطوا لما بيشتغلوا سوا لأنهم بيفهموا على بعض. وأنا مثله صرت حبه لهالقصر هاد. عم فكر تضلي عنا اليوم لنتعشى سوا، شو رأيك بالفكرة؟ وبتبعتي تجيبي الأولاد. يا ريت سلم هالولد، كتير بحب الضيوف، وجودهم بينسيني همي. ما عم انسى هالكابوس يلي مر علي. اي صح، لازم تنسي، خلص مضت، صعب انسى. شو كنت حابة جيبه سلطانة؟ صدقيني بكرة بتحملي غيره، بس الشغلة بدها شوية وقت. طولي بالك شوي، بكرة الله رح يبعث لك ولد بجنن. سلطانة، في شغلة كتير مستعجلة. هلأ جابوا الخزن، وين بدك يحطوهن؟ مو فاضية هلأ. روحي روحي سلطانة، أنا بستناكي هون، مو مشكلة. ماشي حشوفه. وينها هيام؟ كانت هون يا سلطانة، بركي طلعت على الحديقة. هيام؟ سلطانة، كنت عم دور عليكي، وينك؟ ما تواخذيني سلطانة، ما بعرف شو صار لي، فجأة حسيت حالي تعبانة، رحت غسلت وشي. بشو حاسة؟ يعني موجوعة، ما بعرف ليش معدتي عم تجعني. وهلأ يا ريت تسمحي لي سلطانة إني روح على القصر بالإذن منك. إذا بدك قادر تاحي هون شوي. معلش خليني أروح، الأولاد عم يستنوني. طيب لكن روحي وريحي حالك، بوسيلي الأولاد. صادقة رافقية للسلطانة هيام. بالإذن. دستور. صادقة، مو إلك هالشال؟ هذا مو معقول يكون للسلطانة خديجة، لأنه رخيص. لقيته على الدرج. ايه هاد بيكون إلي، بجوز وقع مني. صادقة لا تطلعي لفوق، لأنه رقبتك رح تنكسر.